يا اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد بوراي. في الفتره الاخيره دي ومن اول ما ريلمي اعلنت عن موبايلها الجديد واللي هو الريلمي 6، وفي اسئله كتيره جدا جاتني منكم، الموبايل ده هينزل امتى او موعد نزوله امتى وسعره كام، وده لانه فعلا موبايل كويس جدا ويستحق الاهتمام من الناس بيه ده. فالموبايل نزوله اتاخر، وكمان سعره اللي كان ب 2800 جنيه دلوقتي بقى سعره اكتر من 200 دولار او حوالي 3400 جنيه. في ناس منكم دلوقتي فكرت خلاص انا هشتري الريلمي 5 برو لان الموبايل ده اتاخر، او في ناس مش عارفه الفرق بين الموبايلين دول. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن كل التفاصيل بين الموبايلين، ونشوف تشتري الريلمي 5 برو ولا تستنى الريلمي 6، او هنتكلم بشكل عام عن الفروقات بينهم. وعايز اقول لكم حاجه، ان الريلمي 6 هو الخليفه للريلمي 5 برو، لان ريلمي عملت لخبطه شويه. الريلمي 6 هو الخليفه للريلمي 5 برو، والريلمي 6 اي هو الخليفه للريلمي 5، والريلمي 6 برو هو نسخه بقى اعلى او تقريبا هي البديله للريلمي اكس سي. فده هيكون كده الفيديو الرابع عن كل موبايلات ريلمي اللي اعلن عنها من اول السيسري لحد السيكس برو. عملت فيديوهات مقارنه بينها وبين موبايلات تانية عشان نشوف مين الافضل، فلو لسه ما شفتهاش شوفها من الاي اللي فوق دي. يلا بينا نخش على الفيديو على طول بدون كلام، لكن طلب صغير قبل ما نبدا، ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك لو عجبك الفيديو. نتكلم اول حاجه عن تصميم الموبايلين. هنا ريلمي 6 الظهر والفريم بتاعه بيجوا من البلاستيك، يعني كان الافضل طبعا انه يجي من الازاز، لكن التصميم نفسه تصميم كويس جدا وبيدي انعكاسات بشكل ممتاز. كمان اما البصمه اتشالت بقى بيدي تصميم افضل. اما الريلمي 5 فهو برضو الظهر والفريم بيجي من البلاستيك، مفيش اختلاف، لكن التصميم بتاعه بقى قديم شويه، انعكاسات كده على شكل دايموند كات. فالتصميم بتاع الموبايلين كويس، لكن الخامات مفيش فرق بينهم، والتصميم نفسه بتاع الريلمي 6 اي افضل وكمان احدث، لان الريلمي 5 برو كان تصميمه ما بيقدمش حاجه جديده، وكمان تصميمه بقى قديم شويه في الفتره دي. لو جينا بقى لشاشة الموبايلين، فهنا الريلمي 6 الشاشة بتاعته شاشة كاملة بدون أي حواف، والكاميرا الأمامية بتيجي على أيت وول بانش، فتجربة المشاهدة هتكون كويسة جدا في الموبايل ده، خصوصا مع حجمها الكبير واللي هي 6.5 إنش. الشاشة بقى نفسها من نوع IPS LCD بدقة Full HD، وكمان يعني أفضل حاجة حرفيا في الموبايل ده، وإن هي شاشة لأنها بتيجي بتردد 90 هرتز، فدي حاجة يعني كويسة جدا في الموبايل ده. اما بقى لو جينا للريلمي 5 فهنا شاشة تقليدية بمعنى الكلمة، وكمان الكاميرا الأمامية بتيجي على اي نوتش، فهنا شكلها قديم شوية، والحافة السفلية برضو كبيرة شوية، فالشاشة هي مش افضل حاجة في الموبايل ولا تعتبر عيب يعني من عيوب الموبايل. اما الشاشة نفسها فهي اصغر شوية بحجم 6.3 انش بدقة فول اتش دي من نوع IPS. يعني هنا التفوق بشكل واضح هيكون للريلمي 6 الحجم الاكبر والشاشة كاملة والتردد الاكبر واللي هو 90 هرتز، فهنا اكيد هيكون التفوق للريلمي 6. لو اتكلمنا بقى على اداء الموبايلين، فهنا هنلاقي ان الريلمي 6 حصل فيه تطوير في الاداء زي ما حصل في الشاشة بالظبط. فهنا المعالج من ميديا تيك اللي هو هيليو جي 90 تي. هنا المعالج ده اداؤه قوي جدا، مش محتاجين نتكلم عليه، شفناه في موبايل شاومي واللي هو نوت 8 برو كان اداؤه قوي جدا. هنا المشكله اللي ممكن بس تواجهها ان السخونه هنا هتكون زايده شويه بسبب المعماريه الكبيره واللي هي 12 نانو، وكمان يقال ان الموبايل ده جاي بدون مبرد، فاكيد السخونه هتكون اكبر، بس مش بالطريقه اللي انت فاكرها دي. واجه مع اي مشكله يعني بياخد على انتوتو نقط اكتر من سناب دراجون 930 جي. اما بقى لو جينا المعالج الرسومي فهو برضو زي المعالج او زي المعالج الرئيسي واللي هو ميل جي 76، اداؤه قوي جدا في الالعاب، يعني الموبايل ده اصلا موجه للناس اللي بتحب الالعاب، فهنا هتشغل اي لعبة على اعلى اعدادات بدون اي مشاكل. اما بقى الريلمي 5 برو فهو هنا بقى المعالج بتاعه من سناب دراجون واللي هو 712 جي. قد يكون ان هو مش اقوى من الهيليو جي 90 تي، يعني الهيليو جي اقوى منه يعني فرق ملحوظ شويه، لكن سناب دراجون معالج مستقر كمان مع السوفت وير بتاع ريلمي او اوبو، فهنا الاداء هيكون كويس جدا ومستقر بشكل كبير وصعب تواجه معاه مشكله. يعني كاداء اقوى الهيليو جي اقوى، لكن السناب دراجون كده اكثر استقرارا شويه، وكمان بيجي مع معماريه اقل فيوفر في البطاريه اكتر وصعب تواجه معاه سخونه في جسم الموبايل. اما بقى المعالج الرسومي فهو ادرينو 616، وده برده معالج رسومي
كويس بس مش هو اقوى حاجه، يعني مشغلك ببجي على هاي اتش دي حاجه كويسه جدا، لكن برضو مازال كمعالج ومعالج رسومي فريلمي 6 افضل. البصمة في الريلم 6 جاية في زرار الباور على عكس الريلم 5 اللي البصمة فيه جاية في ظهر الموبايل، وكمان كانت مبوظة شكل او التصميم بتاع الموبايل ده. فهنا الريلم 6 البصمة فيه جاية في مكان افضل، وكمان بشوفها ان هي عملية اكتر. نيجي لاكتر حاجة بتهم الناس في الفئة دي واللي هي الكاميرات. نتكلم الاول على الكاميرا الامامية، والاتنين بيجوا بدقة 16 ميجا بكسل بنفس الفتحة بنفس المستشعر، فهنا الاتنين مفيش اختلاف بينهم نهائي، والكاميرا الامامية حصلش فيها تطوير، لكن الكاميرا نفسها كويسة جدا، اطلع لك صور يعتمد عليها بشكل كبير، يعني كاميرا سيلفي كويسة جدا. اما لو جينا الكاميرات الخلفية، فهنا الموبايلين بيجوا باربع كاميرات خلفية. العدسة الاساسية في ريلم 6 بتيجي بدقة 64 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8، كمان مع مستشعر سامسونج اللي هو JW1. فاكيد مع المستشعر القوي ده وعدد الميجا بكسل الكتير، الصور اللي هتطلع من العدسة دي يعني هيكون ادائها كويس جدا وتفاصيل رهيبة في الصورة. وده لاحظته اما شفت صور الموبايل، حسيت ان في تطوير عن ريلم 5 برو اللي العدسة الاساسية بتاعته كانت بتيجي بدقة 48 ميجا بكسل مع مستشعر قديم اللي هو IMX586. فهنا حصل في تطوير عن الريلم 5 برو، كمان اتعدلت حتة ان ريلم كانت بتلعب في الالوان شوية، بتخلي الالوان كده زاهية بشكل اكتر من الحقيقي. فهنا العدسة الاساسية بتصور او بتطلع صور احسن من الريلم 5. اما بقى الكاميرات فما فيش اختلاف، يعني كاميرا تانية 8 ميجا بكسل الترا وايد و2 و2 ميجا بكسل واحدة، او يعني كاميرتين الاتنين بيجوا بدقة 2 ميجا بكسل، واحدة للبورتريه واحدة للماكرو. فهنا والاتنين برضو بيصوروا فيديوهات بدقة 4K، فاكيد هنا التفوق هيكون لريلمي 6 في الكاميرات الخلفية، وما فيش اختلاف بين الموبايلين في الكاميرات الامامية. البطارية بتاعت ريلمي 6 حجمها كبير شوية، واللي هي بتيجي بحجم 4300 ملي امبير، بطارية كويسة هتقعد معاك لفترات طويلة جدا وهتكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل. لكن بس هنا في مشكلة ان المعالج هيستنزف في البطارية بشكل كبير بسبب انه بمعمارية 12 نانو كمان مع الشاشة 90 هرتز، فاكيد البطارية لو انت خليتها على 90 هرتز فاكيد البطارية تخلص بشكل سريع شوية عن الطبيعي. كمان هنا بقى الشاحن اللي بيجي في العلبة مع الموبايل ده بيجي بقدرة 30 واط، فبيشحن الموبايل في اقل من ساعة، فدي حاجة كويسة جدا في الموبايل ده. اما الريلم 5 فهنا البطارية بحجم اصغر شوية اللي هي 4000 ملي امبير. لكن هنا فعلا يطبق جملة الارقام مش كل حاجة، يعني البطارية في الريلم 5 ممكن تقعد معاك لفترات اطول من الريلم 6، على ان الفايف برو اقل من الريلم 6، وده بسبب المعالج اللي بيوفر في البطارية بشكل اكبر وحجم البطارية الاقل، وكمان ان الشاشة هنا 60 هرتز. فانا اتوقع ان البطارية بتاعت الريلم 5 برو هتقعد اكتر من الريلم 6. فهنا دي كانت حاجات قليلة جدا من اللي بيتفوق فيها الريلم 5 برو على الريلم 6. اما الشاحن بقى فهو هنا شاحن برضو سريع وبيجي بقدرة 18 واط تقريبا، فهنا شاحن برضو كويس لكن بتاع الريلم 6 اكيد افضل. في نهاية الفيديو بقى خلينا نجاوب على السؤال اللي هو استنى الريلم 6 ولا اشتري الريلم 5 برو. احنا كده قلنا الاختلافات بين الموبايلين، فخلينا بقى نجاوب على السؤال ده. دلوقتي سعر الريلم 5 برو تقريبا ب 200 دولار او حوالي 3400 جنيه للنسخة الاربعة 128، اما الريلم 6 فنسخة الاربعة 64 برضو ب 200 دولار، يعني حوالي 3400 جنيه، واظن ان سعره كمان هيبقى اكتر من كده شوية. فانا يعني شايف ان انت تستنى الريلم 6 حتى لو اتاخر، فاستنى الريلم 6 لانه بيقدم مميزات اكتر من الريلم 5 برو. فده كان رايي ان انت تستنى الموبايل ده، واظن ان انا كده عملت لكم مقارنات بين كل موبايلات ريلمي اللي نزلت الفتره دي. فالفتره الجايه بقى يكون فيديوهات من نوعات تانية، عشان كفايه كده مقارنات من او فيديوهات من نوعات المقارنات دي. فيا رب يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.